أهلا وسهلا مشاهدينا في جزئية أخيرة من صباح الشروق. نحلل أبرز الأخبار الرياضية رفقة عوض العبيد. أهلا وسهلا يا عوض، صباح الخير. صباح النور حمزة، صباح النور يا حسام، ومرحبا بالمشاهدين، وجمعة مباركة على الجميع. إن شاء الله نستطيع أن نقدم ما نفيد إن شاء الله. بارز دائما الرياضة هي الجمعة، كرياضي كبير عوض العبيد ما سمعتك بتمارس الرياضة يوم الجمعة دائما؟ والله فعلا صحيح، عندك تمارين فعلا. والله عندي تمرين يوم ال لا ما اخو ماسيات، عندنا تمرين يوم الجمعه يعني دي الساعه 4 ونص تقريبا، تمرين هناك، تمرين في تحدي كبير جدا جدا بالمناسبه. حنعمل معاكم لعبه غايته ونجي نغلبكم كثير ان شاء الله. والله يا اخي بالمستوى شفته بعدين اجي نحلل على المستوى شفته يعني في الفتره اللي فاتت ما اظن. اهلا بك من جديد. الهم الان الشاغل لكل الرياضيين منتخبنا الوطني الاول، منتخبنا المدجج باثنين من المحترفين اللي الناس تترقب ظهورهم الاول على المستوى الرسمي، ومع انه كل المحللين بيروا انه يعني الانسجام ما بكون من مباراه واحده، كمان نحن كنا بندردش تحت الهواء. امس كانت في تجربه وديه امام الجيش، والمنتخب حيكون عنده تمرين برضه، والجوله الاولى وافتتاح تصفيات الكان بالكاميرون. نعم طبعا المنتخب زي ما انت ذكرت بيشارك في تصفيات امم افريقيا، نهائيات افريقيا لنهائيات الكاميرون 21. نعم طبعا غبنا فتره طويله من التصفيات. نعم. من النهائيات شاركنا في نهائيات الشان في 2017، لكن قبلها غبنا فتره طويله، وصراحه هذا لا يتناسب مع وضعنا كمنتخب سوداني، كيعني دوله عندها حضور في على المستوى الافريقي وممثل الاتحاد الافريقي. اتمنى انه ينصلح الحال في الفتره المقبله. المنتخب سيواجه منتخب التسنومي يوم ال 13 يعني يوم الاربعاء القادم، وسيواجه جنوب افريقيا يوم 17 القادم في التصفيات. يعني المجموعه طبعا بتاعت المنتخب فيها جنوب افريقيا وفيها غانا وفيها التسنومي وفيها السودان. التاكيد المنتخب يعني منتخب جنوب افريقيا ومنتخب غانا منتخبات صعبه جدا، ونحن مستوياتنا صراحه جنوب افريقيا وغانا منتخبات عالمية. نعم منتخبات عالمية وفيها محترفين بيلعبوا في اقوى الدوريات الاوروبية. نعم. وفي يعني في فرق كبيرة يعني على مستوى الدوري الانجليزي، الدوري الفرنسي، الدوري الايطالي وغيره. منتخب التسنومي هو المنتخب الوحيد اللي احنا ممكن نحاول انه يعني نجتهد فيه، انه نتمنى المنتخب انه يقدر يعمل يعني نتيجة جيدة مع التسنومي. هو طبعا دولة هي يعني حديثة، وحتى في حديث حوالينا عندها ايضا محترفين، يعني يمكن 11 محترف تقريبا في هذا المنتخب، وفيهم واحد بيلعب في الدوري الارجنتين، وهي الان بالنسبة لنا كتاب مقفول، او خلينا نقول ما واضحة، لانه ما يعني شفناها ظهرت في التصفيات الافريقية، لكن ما شفنا يعني ما عندنا عنها معلومات كافية، او المدير الفني الجهاز الفني ما عنده معلومات عنها كافية. اتمنى انه تكون هي المباراه القادمه اللي هي يوم 13 يوم الاربعاء تكون مباراه هي يعني افتتاحيه، وتكون يعني مؤشر ايجابي لبدايه جيده للمنتخب، لانه دي الوحيد اللي خلينا نضمن نقاط هذه الدوله على الاقل في داخل الارض. المنتخب طبعا ادى بالامس زي ما انت ذكرت تجربه وديه امام الجيش، وانا استغربت جدا انه المنتخب اول تجمع له يؤدي تجربه وديه، يعني انا في رايي تجربه وديه ما كان عندها اي معنى. هي طبعا كانت مباراه شبه احتفاليه، ولكن كان يمكن ان يبتعد المنتخب عن هذه المباراه تجنبا لاصابات اللاعبين، تجنبا ليعني حدوث اي يعني مثلا مؤثر غير جيد للاعداد، لانه انت ممكن تجيب لاعب من برا. نحن امبارح شفنا طبعا يعني في المباراه نفسها ياسين حامد واللاعب احمد يونس، هم واحد يوم بيشط في الدوري الهولندي في الدرجه الثانيه، والثاني في الدوري الروماني. وكنا نتمنى انه يكون موجود محمد عيسى لاعب هداف الدوري الدرجه الاولى الانجليزي، ولكن واضح انه في مشاكل حاله دون وصوله، واضح انه وكيله طلب يعني مطالب خلينا نقول ربما تكون تعجيزيه، لانه يعني طبعا اللاعبين دائما الكبار بيطلبوا مطالب يعني واقعيه، ونحن ما عندنا الامكانيات لتلبيه هذه المطالب. الثنائي شارك في تجربه الامس، ما كانت يعني ما كانت شوط كامل، هم شاركوا في جزء من المباراه، بالتالي لا يمكن الحكم عليهم، ولكن في رايي مشاركتهم كانت فيها مخاطره في اول مباراه وامام منتخب الجيش. كان يمكن للجنه المنظمه للاحتفالات ان تستعين باي فريق اخر من الدوري السوداني ليشارك، خاصه في انه في توقف في الدوري. اما المنتخب انا ما كان شايف في داعي، اول شيء ما في فائده فنيه،
ممكن تكون في مشاكل، ممكن تكون في اصابات، لكن خلينا نتفائل خير، نقول انه هؤلاء الثنائي نتمنى انه يكون اضافه حقيقيه للمنتخب. هم بيلعبوا في الدوريات، لكن ما في دوريات قويه، اولا الدوري الهولندي قوي لكن هم في الدرجه الثانيه، في الدوري في دور الرومان حتى في الدرجه الثانيه، يبقى هو لاعب اكاديميه، يعني لاعب اكاديميه نعم، لكن نجاحه ما يعني ربما يكون ناجح. طبعا نتفائل خير نحن زي ما ذكرت لك، لكن دائما اللاعبين المؤثرين بيكونوا في الدوريات الكبيره، يعني شوف محمد صلاح في مصر، محمد النين ايضا في مصر مع ارسنال، محمد صلاح مع ليفربول، الدوري الانجليزي فرق من يعني فرق كبيره، يعني شفنا المنتخب الجزائري ايضا، المنتخب الجزائري الاول في فرق لاعبين كبار في الدوري الاسباني. احنا ما عايزين نبخس المساله دي، لكن نتمنى انه يكونوا فعلا هم اضافه حقيقيه، لانه نحن صراحه لاول مره، هي طبعا يعني هي بادرة جيدة انه يجوا لاعبين سودانيين من الخارج من دولة اوروبية يلعبوا، دي ذاتها تخلي هي نقلة طفرة. نعم نقلة. يبقى الاهم انه هم يؤثروا ويكون عندهم مردود ايجابي مع المنتخب. المنتخب اليوم سيودي اول تدريب له، وواحدة من مشاكلنا يا حسام ويا حمزة انه نحن المنتخب دائما بنهتم به قبل المباراة باسبوع واحد، بنجمع اللاعبين، يعني مثلا اليوم الجمعة حيكون في تمرين، السبت والاحد ثلاثة تمارين، يوم الاثنين حيدخل المعسكر، المباراة يوم الاربعاء، حيكون في معسكر يومين. يعني ما في معسكر يومين، خلينا نكون منطقيين، بيكون يعني ما اعداد كافي لمنتخب انت عايز تأدي به مباريات مع فرق يعني افريقية، منتخبات افريقية متطورة. يعني انا بفتكر انه اسوء الفروض المفترض يكون في 10 ايام قبل الاعداد، 10 ايام معسكر. لانه المدرب ما يكون عنده فرصة انه يعيد نفسه من خلال ميرانين او ثلاثة. في عنده خطط، في عنده مثلا ناحيه بدنيه، خاصه انه صراحه الدوري بتاعنا يعني المستوى بتاعه خلينا نقول في تزلزل في المستوى، ما في مستوى ثابت، وبدنيا بصوره عامه ضعيف تماما. نعم واضح انه بدنيا ضعيف، وشفنا اللعيبه يعني المساله دي محتاجه، يعني انا يعني اكثر من مره المدرب الان حاليا موجود، هو طبعا عقده بينتهي الكرواتي زدرافكو بينتهي من هذا الشهر، طلبت اكثر من مره انه يكون تخصيص شيء وقت للمنتخب، اعداد لفتره الشهر 15 اسبوعين عشان يكون في نتيجه. انا بفتكر انه النتيجه ما بتاتي بيوم او يومين، يعني رغم انه اللاعبين هم كلهم موجودين في القمه، في يعني في سبعه من السته من المريخ وسبعه وسته من الثمانيه من الهلال، لكن صراحه حتى اللاعبين نفسهم يا حسام هم مرهقين، يعني لانه بيشاركوا، الهلال مثلا بيشارك في الدوري في الدوري الممتاز مباراه كل ثلاث يوم، المريخ ايضا يشارك، لاعبين المريخ يشارك، الهلال بيشارك في دوري ابطال افريقيا، فارهاق وجهد متواصل، نتمنى انه يكون مع مؤشر ايجابي، لكن الـ 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 يعني هذا الامر لا 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 انا في رايي لا يؤدي الغرض المطلوب. تفائل انه منتخبنا يؤدي مباراه جيده امام تونس يوم الاربعاء ان شاء الله، نعم يجمع اول ثلاث نقاط في التصفيات الافريقيه لامم افريقيا 21 في الكاميرون. عوض الهلال يستأنف تدريباته، وايضا في اشاره اخرى على انه سوف يستغل هذا التوقف من اجل اداء مباريات وديه. نعم هي طبعا نحن تكلمنا قبل فتره قلنا المباريات الوديه ما بتأدي النتيجه الفائده هنا، لانه في لاعبين في المنتخب بيكون الاعداد ناقص، لكن لا باس يعني الهلال يعيد نفسه لمجموعات الابطال. الهلال في استقرار فني يعني عكس المريخ، المريخ طبعا جاب مدرب جزائري ما تم ثلاثة اسابيع اقالوه، كان في ابراهام موجود اقالوه، جاب مدرب جزائري ابو عنجه مساعده للجزائري الان، ابو عنجه هو الان يعني في، لكن يعني انا قصدي الهلال يعني مثلا السبب في انه المريخ يوقف الجزائري انه ما كان ادى يعني ما كان يعني خسر امام حجر وادي نيال، كان السبب في هذه الخساره انه يغادر او يتوقف. الهلال يمكن شغل مجلس الاداره لاول مره يصبر على المدرب، يعني يمكن خسارتين وتعادل، رغم ذلك مجلس الاداره كان عنده قرار قوي وشجاع انه واصل في الثنائي الوطني صلاح الهلال وهيثم مصطفى، بتخيل لي ميزه جيده بيساعد المدرب، يعني انت المدرب كل ما ياخذ فتره طويله كل ما يعني بيقدر يوصل الحشيط دعايته للاعبين، يعني فالاستقرار الفني مهم، والهلال ان شاء الله نحن نتمنى انه يعني يكون في الموعد دائما، لانه هو الان الممثل الوحيد للكره السودانيه في المحافل الافريقيه، في مجموعه صعبه جدا، بلاتينيوم نحن نتكلم عن بلاتينيوم والنجم الساحلي والاهلي المصري، بلاتينيوم نحن نتكلم عن انه هو قد يكون اقل الفرق، ولكن زي ما ذكرت حسام المره فاتت ممكن يكون هو يعني مفاجاه البطوله او المجموعه. نعم شوف يعني تصريح مدافع بلاتينيوم الزيمبابوي يدعى اودين من نجوم الدفاع في الفريق بلاتينيوم، قال انه يخططون للفوز على الهلال في مدرمان ويخططون لصداره هذه المجموعه، مجموعه فيها الاهلي
النجم الساحلي، وفيها الهلال يعني هلال فروق تاريخيه، وبين الهلال لم يقدم مستويات في السنوات الاخيره، لكن ياتي فريق ويقول نطمح لصداره هذه المجموعه، كيف يفكرون؟ يعني ده معناه انه الفريق قادم للسودان او المشاركه في البطوله في دوري ابطال افريقيا، هو وصل المجموعه معناه هو فريق جيد، ده معناه انه عنده طموح كبير انه يكون من الفرق المميزه وما يكون حصاله للانديه، دائما يعني مرات بتحصل مسائل مثل هذه، يكون في فريق مثلا ما معروف مغمور ما مكشوف للناس بيجي في البطوله وبيكون هو الحصان الاسود للبطوله، ممكن يحدث مفاجات، فده يستوجب الحذر بالذات من الهلال الجهاز الفني ومجلس الاداره واللاعبين، انه الان الفرق تتطور بسرعه من حولنا، نحن طبعا يعني نتطور ببطء يا حمزه، لكن نتمنى انه الفريق الهلال يكون قادر يفرق، وطبعا تاريخيا الهلال افضل من بلاتينيوم بالخبره، لكن المباراه ان شاء الله هي في الملعب، بعد ذلك نحن نشوف الهلال ان شاء الله قادر على ان يتجاوز هذا الفريق. نعم. وعلى الرغم من صعوبه المجموعه النجم الساحلي والاهلي المصري، لكن تظل ثقتنا موجوده في اللاعبين الهلال انه يظهر الدور الثاني. بزاويه شوفك انت كمحلل للمشهد الرياضي الان، الى اي مدى ممكن انه حي العرب يحلق عليه ليمثل السودان خارجيا؟ حي العرب هو حاليا طبعا حي العرب هو صراحه اداؤه متذبذب يعني في فترات يعني مثلا شفناه ادى مباراه جيده جدا امام المريخ العاصمي، وشفناه عاد وخسر بخماسيه امام الهلال، فالاداء دائما اللي بيكون يعني ما ثابت ما بيديك صراحه مؤشر ايجابي انه الفريق ممكن يكون من الفرق المميزه في الدوري، في مشاكل صراحه دائما نحن بنقول في الدوري السوداني في يعني في مشاكل بتاعت اعداد، في مشاكل اداريه دائما زي ما احنا قاعدين نتكلم قبل ان ندخل البرنامج عن اهلي عبر ومشاكل اداريه، فيظل حي العرب واحده من الفرق الطموحه، ولكن انا في رايي من الصعب جدا في هذا الوضع انها تقدر تنافس في الفرق الاولى الاربعه، يعني دائما التنافس بيكون محصور، الهلال والمريخ طبعا دائما هم الاول والثاني، الخرطوم الوطني واهلي الشندي او هلال نعم. طالما جاء الحديث على حي العرب نذهب إلى حي الوادي نيالة ليتطلع حسب يعني أقطاب النادي وتصريحاتهم الأخيرة بأنه النادي هذا العام سيخطف واحدة من بطاقات التمثيل الخارجي، أنه عندهم تطلعات كبيرة جدا والنادي سيذهب إلى الأمام. هذا فريق آخر أهلي عطبرة ومسلسل إغالة المدربين ومسلسل الاستقالة، ماذا يحدث في الأهلي عطبرة؟ نعم أنت تتكلم عن حي الوادي، حي الوادي هو من الفرق الجيدة في الدوري السوداني الممتاز، ولكن ايضا يعني مساله التاهل للمجموعات البطاقات التمثيل الخارجيه والافريقي تظل صعبه في الوقت الراهن. ربما تصريحات اداره حي الوادي. نعم تصريحات هي متفائله، ولكن واقع الحال في رايي يعني لن نقلل من حي الوادي، ولكن في فرق معروفه يعني هي عندها امكانيات فنيه وماليه وعندها لاعبين جيدين هم اللي بيسيطروا على الساحه، عندهم جماهير وعندهم اله اعلاميه، يعني الهلال والمريخ يعني اهلي شندي مثلا من الفرق الممتاز جدا، ولكن لم يستطيع ان يعني يفوز الدوري الممتاز، يفقد بعض الامور، ايضا حي الوادي هو من الفرق الطموحه، ولكن يتمنى ان لا يستعجل القائمون على امره في مساله التمثيل الخارجي، ولكن هو طبعا طموح مشروع للنادي. اهلي عطبره هو طبعا حصلت فيه مش اقاله، ولكن وطبعا عنده كان مدرب اسمه محمد الفاتح هذا تعادل مع الهلال العاصمي في عطبره، كان الهلال متفوق عليه، ولكن تفاجأنا بانه بعد فتره بيغادر الفريق عقب المباراه بيستغيب، تم استعانه بمدرب ايمن حسن مدرب جديد، وتفاجأنا بانه قبل اسبوع واحد او بعد اسبوع واحد من الاصرار على الفريق تقدم باستقالة، واضح انه في عدم استقرار اداري، واضح انه في مشاكل اداريه، واضح انه الفريق يعاني. هو طبعا الفريق في حديث حول مشاكل في مجلس الاداره، في حديث حول يعني انه راعي الفريق حسن عبد السلام هو ما عاد يعني يصرف على الفريق مثل ما كان في الفتره الاولى، ولكن فريق اهلي عطبره فريق من الفرق يعني بيضم عناصر جيده جدا من الشباب، ممكن اذا وجدوا الرعايه والاهتمام ووجدوا توفير البيئه المناسبه ممكن ان يعود قوي، هو الان يعني عنده نقطتين فقط في مؤخره ترتيب الدوري الممتاز، اتمنى انه مجلس الاداره يتدارك الامر، اتمنى انه يعني اذا كان هنالك تقصير من هذا المجلس انه يقوم بمعالجه الامر، اتمنى ان كان هنالك يعني ليس لديه رغبه في المواصله هي امانه طبعا، اتمنى انه
يتركوها لغيرهم الاخوه في الاتحاد عبره، وان كانوا قادرين عليهم المواصله ولكن يجب توفير البيئه المناسبه للاعبين حتى الفريق يظل في الدوري الممتاز. الفريق طبعا كان في دوري ممتاز وهبط وعاد ثاني من جديد في الموسم الماضي، اتمنى انه كنا ما تكون عودته من اجل الهبوط مره اخرى يعني. نعم شكرا عوض اللاعبين كثر خيرك. شكرا جزيلا. الليله بس ما يردوا ان الفطور حيكون وين بعد الحلقه؟ ليله الشير. الشير قبض. الجماعه ليل كلنا يدفعوا شير. وبعد ذاك نشوف اللي بيحصل شنو، اللي بيدفع منه اكثر واللي بيتكلف بالشير. انا قلت لو البوش في بوش تاكلوا بوش انتم؟ الجمعه يا اخي الجمعه دي المفروض كذا تعزمنا براسه كذا كاربه كذا عصيده وحياه سمحه. زي ما قال انت يا اخي عشان ساكن جبره مثلا عشان تصل جبره هناك الصينيه حتكون ما تكون فضل فيها حاجه. ما مشكله اهم شيء اصلي الجمعه بعد ذاك. خلاص انت القريب ده، انت القريب ده تكلف بكل التفاصيل لي ونحن معاك. ما فيش مشكلة، الجمعة الجاية إن شاء الله. الجمعة الجاية إن شاء الله. شكرا عوض العبيد. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام. القريب الجمعة الجاية عوض عزم الناس فطور، عوض العبيد ضيفنا محلل الفقرة الرياضية سهل ضبيحة واستحقاق في الزملاء في الكنترول. شكرا لكم للمتابعة على أي حال، تقبلوا تحية فريق العمل الذي دائما ما ننقل لكم مجهودهم الكبير في صباح الشروق ساعتين من الزمان دايما نقضيها معاكم. شكرا حمزه. كتر خيرك يا حسام، حتى الملتقى في رعايه الرحمن. مع السلامه.